مرحبا واهلا وسهلا بكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، وكم أشتاق دائما للتحدث مع أولئك الذين يحبون تعلم اللغات، وخاصة لغتنا الجميلة اللغة العربية. اللغة بشكل عام هي وعاء تبدأ لتنهل منه بعض اللقيمات أو بعض الكلمات إذا أردنا أن نقول، ولكن ما أن تبدأ حتى أنك لا تستطيع أن تنتهي. ليس ذلك فقط، بل تحب أهلها وتحب ثقافتها وتحب لغتها وتحب أهلها وتحب زيارة بلادها والتعرف عليهم، وطبعا أطعمتهم وألبستهم وغيرها من ذلك. لغتنا العربية تلك اللغة الجميلة التي يعشقها الكثيرون حول العالم. لكن ضيفتنا اليوم ليست بالعادية، فهي اسكتلندية. أصرت إلا أن تكون أليس، التي لم تذهب إلى بلاد العجائب، بل ذهبت إلى بلاد العرب. فلنتعرف معا على أليس في بلاد العرب. أهلا وسهلا بك يا أليس. أهلا فيك، شكرا شكرا شكرا. أنرت شاشتنا اليوم، شكرا لك ولحضورك. في البداية عرفينا بنفسك، من هي أليس؟ من أي دولة أنت؟ وهل لك عائلة؟ متزوجة؟ لك أطفال؟ تفضل يعني. أنا اسمي أليس موريسون وأنا اسكتلندية. أنا ولدت في إدنبرغ عاصمة اسكتلندا، ولكن أنا اتربيت في أفريقيا، في أوغندا وفي غانا. المام والبابا، الأم والأب، هم كانوا مدرسين. أنا الآن أنا مغامرة وكاتبة ومذيعة تلفزيون، وأنا ساكنة في المغرب ومش متزوجة، ما عنديش أولاد. أنا دائما الناس يسألوني ليش؟ لماذا؟ أنتي زويلة، أنتي جميلة، ليش أنتي مش متزوجة؟ ولكن أنا ديما أنا أقول الرجال مشاكل. الرجال مشاكل، أوكي. سنكتبها على الشاشة، الرجال مشاكل، وأنتي مسؤولة يا أليس. لا أنا أضحك شوية. أنا أعرف. أوكي، أنتي اسكتلندية 100% صحيح؟ ليس هناك أي عرق عربي في العائلة، لا عم ولا خال، نظيم. لا لا. أوكي، تتكلمين اللغة العربية أفضل مني قد يكون. لماذا اخترت المغرب؟ أنا جيت للمغرب لأجري في مناسبة كبيرة اسمه ماراثون دي سابلا، ماراثون الرمال. وأنا جيت للمغرب أعمل شوية تدريب، لأن أنا أتكلم العربية. أنا جيت يعني بكري شوية، أنا جيت 3 شهور قبل السباق. وفي هذه 3 شهور أنا كان صدفة لي، أنا حبيت المغرب، أنا حبيت الناس، أنا حبيت الجو، أنا حبيت المنطقة، الطبيعة. وأنا قررت هذا راح يكون داري، بيتي. أنا موجود هنا بعد 8 سنوات من 8 سنوات في المغرب. ما شاء الله. أليس، أنت تعرفين قصة أليس إن وندرلاند؟ طبعا. فهل كنت أنت من تقلدين أليس لتذهبي إلى بلاد الوندرلاند أو بلاد العرب، بلاد العجائب؟ أنا عندي اسم أليس، أليس في بلاد العجائب، وليا أنا بلاد العجائب هو بلاد العرب. أنا فرحانة أكون هنا معكم. المغرب، في دولة المغرب يتحدثون اللغة العربية بالدارجة، وهي تختلف قليلا عن اللغة العربية الفصحى. أنت تتكلمين لغة عربية فصحى معي الآن، هل تستطيعين التكلم بالدارجة؟ ماشي مشكل يا خويا. لا طبعا، ولكن كان أنا عارفة أن لأن أنا درست العربية الفصحى في الجامعة، وأنا كنت ساكنة في مصر، في سوريا، في دبي، وأنا أعرف أن اللغة الفصحى مثل يعني اللغة الأصلية، وكل اللهجات
جات منها والدريجة، ولكن الدريجة بالنسبة لي شيء مختلف كاملا مش قليل. الدريجة مخلطة من العربية الأمازيغية التمازيغت والتشلهيت الفرنساوي البرتغالي، يعني كل شيء موجود في الدريجة. كل شيء موجود. ماذا تفعلين الآن في المغرب؟ هل تعملين مدرسة أم فقط تتعلم اللغة؟ لا، أنا في المغرب، أنا عايشة في المغرب وأنا أعمل المغامرات وأنا أكتب بالإنجليزي، ولكن طبعا أنا عايشة هنا مع الناس، سو أنا دائما أسمع وأتعلم شيء جديد كل يوم. قلت لك أنك تكتبي، هل تكتبي كتب عن المغرب أم قصص خيالية؟ أنا الآن 4 كتب وهذا هو الجديد وهذا بالإنجليزي. واو. ممكن تعمل ترجمة، سرى مع الرحال أو المشي مع الرحال أو سرى مع البدو. أنا أكتب عن مغامرات في حياتي. مثلا الكتاب الأول هو كان أنا ركبت بيسيكلات من القاهرة إلى جنوب أفريقيا، طول أفريقيا، وأنا كتبت كتابا هذا. وهذا الكتاب الجديد هو عن الرحلة الطويلة من شمال المغرب نادور إلى جنوب وسط الصحراء إلى موريتانيا. So أنا كتبت كتاب عن هذا. دائما يعني المغامرات والناس والطبيعة والأشياء أنا أحبها. أليس أنت رائعة؟ يعني هذه أنا أحب المغامرات. إن شاء الله سنقوم بعمل مغامرة عائلتي وعائلتك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هل لك اسم عربي؟ هل اخترتي اسما عربيا؟ أنا عندي اسم عربي وأنا عندي اسم زهرة، ولكن أنا ما اخترتش الاسم. هذا الاسم هدية من إبراهيم أحلفي، هو واحد من الأدلة كانوا معايا في رحلة طويلة من نادور إلى قرقرات، وهو اختار هذا الاسم لي، وهو الاسم عنده معنى كبير لي. طبعا زهرة هي دائما منورة وفرحة، وأنت ما شاء الله عليك كالزهرة في بستاننا اليوم. لنبدأ في البداية، لماذا أردت تعلم اللغة العربية؟ هناك الكثير من الأجانب الذين يعيشون في الدول العربية ولا يحتاجون، لأن معظمهم يتعلمون الفرنسية أو يتكلمون الفرنسية أو الإنجليزية. لماذا أردت تعلم اللغة العربية؟ الحمد لله، هذا يعني هذا كان العربية مهمة جدا في حياتي بصراحة. والسبب الأول كان الأم والأب. أنا كنت صغيرة. Accidents of travelers. يحدث للأسف. لا تهتمي. أوكي. بحاول أن أشوفك. هذا. معك. ممتاز. أوكي. سمح لي. أنا كنت ماما وبابا هما كان نصيحة منهم. عشان أنا كنت صغيرة. إحنا نختار الجامعة في 16 سنة، وهذا صغير جدا. أنا ما عرفتش أي شيء عن العالم، وأنا عرفت أنا أحب الكتابة والإنجليزي والكلمات والقصص، ولكن ماما وبابا قالوا يا أليس الدنيا صعب، بعد الجامعة ضروري الخدمة، العمل، الشغل، اختاري شيء مختلف شوية. وإحنا كنا ساكنين في دبي في هذا الوقت، وأنا أنا أنا عرفت شوية عن العالم العربي وأنا اخترت العربية. ما شاء الله. تعلمتيها في الجامعة؟ في الجامعة في إدنبرغ في اسكتلندا. إدنبرغ. أوكي. في اسكتلندا. أوكي. نعم. أليس، اللغة ليست فقط كلمات وحروف، اللغة هي ثقافة، عادات، لباس، أكل، تحدث. هل أيضا أحببت تعلم الثقافة العربية والعادات العربية وأكل الأكل العربي و كل شيء؟ أنجات أنا اللغة شيء مهم جدا، وأنا أحب الكلمات، أنا كاتبة، ولكن عندك حق،
الثقافة، الأكل، الناس، العادات والتقاليد، هذا كل شيء في اللغة. لي أنا اللغة هي باب إلى الثقافة. أنا ممكن أدخل إلى الثقافة أكثر، لأن السبب إلى تكلم اللغة مع الناس هم مفتتحين أكثر معك. هذا أنا لقيته الصحيح. صحيح، يعني تعلمنا منك الجملتين، الرجال مشاكل واللغة هي باب للثقافة. سؤال مهم جدا، تعلم اللغة العربية يختلف عن تعلم اللغات الأخرى، هناك بعض الأحرف مثل الضاد والطاء والتاء، هل واجهت بعض هذه المشاكل في نطق الحروف؟ حتى الآن يعني مثلا في جملة، وش كان الفرق بين التاء والطاء؟ أحيانا مش بين لي السين والصاد، وخاصة الحاء والحاء، والهاء. هذا هو لا صعب جدا، ولكن في نفس الوقت أنا أحب يعني الأصوات الجديدة، وهذا شيء جديد لي. ممتاز. طيب، اللغة العربية أكثر شيء يكمن في صعوبتها، يعني لما نتكلم عن اللغة الأمريكية والبريطانية هناك تقارب كبير، لكن في اللغة العربية يوجد كثير من اللهجات أو السلانجز. الشامية تختلف عن المصرية، تختلف عن المغربية وغيرها، والتونسية والجزائرية والسعودية، هل حاولت التعمق فيها ولا صعب؟ لا، هذا لازم. مثلا انا كنت انا سكنت في مصر سنتين، وانا تكلمت باللهجه المصريه، وفي كل بلاصه في كل بلاصه كان لهجه جديده. من 3 شهور انا مشيت، انا مغامره جديده، انا مشيت من الشمال الاردن الى جنوبها، وفي هذا الوقت كان لازم اتعلم شويه اللهجه الاردنيه. إلا أنا مع الناس، يعني في وسط الناس وهم يتكلموا باللهجة، أحاول أن أتكلم في نفس اللهجة، وطبعاً الفصحى هنا مثل الأساس. ولكن مثلاً في هنا في المغرب إحنا كنقول كثير، في مصر إزيك، في سوريا شلونك، يعني كل شيء مختلف. صحيح. قلت لي أنك مشيتي من شمال الأردن إلى جنوبه. ياك. هذا 675 كيلومتر، وكان كان موجود درب الأردن من شمال الجنوب، ومشي درب، يعني فكرة مش درب، ولكن كان رحلة موافقة جميلة. الأردن بلد جميل، والناس ظريفين كتير، يعني كان كرم كثير، كان ضيافة، وأنا استفدت منها كثيراً. هل أكلتي منسف هناك؟ المنسف، الأكل في الأردن، واو، أنا أكلت المنسف، وأنا حبيت المنسف. أليس، قولي لي الصراحة، هل أكلتي المنسف بالملعقة أم بيدك؟ لا، بالإيد. سلام. ولكن في الأول صعيب، أكيد أنا. وكل يعني ما في شيء في الإيد، في أنا وكل الروز هنا وتحت وفي كل بلاصة مثل البيبي، ولكن في الآخر يعني هذا شيء في الثقافة العربية، الأكل مع بعض، مش كل واحد عنده طبقة، لا، إحنا كلنا نأكل مع بعض، وهذا في رأيي شيء مهم جدا في الثقافة، وشيء يعني يجمع الناس مع بعض. أنا أحبه كثير. هل تتوقع أنك ستكتب كتاباً عن الأردن؟ إن شاء الله كتاب قادم. قادم إن شاء الله، أريد أن أخذ أشتري منه كتاباً إن شاء الله. إن شاء الله. أنا من الأردن، فأحب أن أعرف عن بلدي أكثر. واو، أنا أحب بلدك. شكرا. طب لنتحدث الآن عن بعض الأشياء الأخرى التي تدخل في اللغة العربية. هناك اللغة العربية فيها الكثير من القواعد، المثنى والمذكر والمؤنث والجمع والفرد،
التي قد لا تكون موجودة بشكل مفصل باللغة الإنجليزية. هل واجهت صعوبة في قواعد اللغة العربية؟ بطبيعة الحال كل واحد يعني عنده صعوبات في القواعد العربية، حتى الناس يعني ثقافيين كثير. لا، القواعد صعبة، ولكن في نفس الوقت فيها منطق. هذا so, يعني هذا واحد من الميزانات العربية. أليس هل تتكلم لغات أخرى غير الإنجليزية والعربية؟ نعم طبعا، شوي فرنساوي وشوية من الألماني وشوية من السواحيلي شوية. So, دائما إلى أنا في بلد أنا أحاول أن أتعلم اللغة. جميل جدا، جميل جدا. قلت لي أن والديك كانوا يدرسان في غينيا، صحيح؟ أين كان يدرس والدك؟ أين ولدت أنت في أفريقيا؟ في أوغندا. أوغندا. أوغندا، ومن بعد غانا، ومن بعد قطر، ومن بعد دبي، ومن بعد هونغ كونغ، يعني طول العالم. كل أوكي، العالم. هونغ كونغ. هل تعلمت مسافرين. الكانتونيز؟ هل تعلمت أنا بعض؟ ما كنت أنا كبرت، أنا ما كنتش معهم، ولكن أوكي. هما تعلموا شوية الكانتونيز والماندرين شوية. إذا أنت زرت عدد كبير من دول العالم، وأكلت وجلست وتعلمت الكثير عن ثقافات العالم، ماذا تعلمت أو ماذا أين ترين الثقافة العربية من بين هذه الثقافات؟ طبعا لأن أنا درستها، وأنا يعني أنا هنا في أنا ساكنة هنا في المغرب، أنا كنت ساكنة في سوريا، أنا كنت ساكنة في مصر. أنا أفضل اللغة العربية والثقافة العربية إلى اللغات الأخرى. أنا أسفة يا فرنسا، ولكن صحيح أنا عندي علاقات، أنا عندي يعني ذكريات من العالم العربي، وأنا مرتاحة في الثقافة العربية. ممتاز. أليس الثقافة العربية تعتمد كثيرا على أمور منها الشعر والكتابة، وأنت كاتبة، هل تقرأين كتب باللغة العربية أو تحاولي قراءة الشعر العربي؟ هذا السؤال. أنا يعني أنا مكسوفة شوية. في الجامعة طبعا إحنا درسنا مثلا أم القيس، جاهز، ابن بطوطة، ابن الأثير، ولكن الآن لا. أنا بس يعني بصراحة أنا القراءة الشعر والكتب صعبة لي. الكلمات دائما كلمات جديدة، أنا يعني أنا أحتاج للقاموس لكل جملة، كل جملات. سو هذا صعب علي شوية، ولكن نعم. إذا عندك يعني أي شيء تقولي أنت تحتاجي تقرأي هذا، أنا راح أقرأها إن شاء الله. الآن نذهب إلى الطعام. الطعام في الدول العربية أيضا مختلف، مثل تنوع اللهجات، فالطعام في مصر يختلف عنه في المغرب، وأنت تعيشين في المغرب في أجمل مكان يمكن أن تأكل فيه الأكل، الطواجن والكسكس وغيره. حدثينا عن عشقك للأكل العربي وخاصة في المغرب. الأكل هنا في المغرب أكل مشهور طبعا في الدنيا، التواجين، الكسكس، البستيلا، والطعم يعني لذيذ، والمهم كل شيء فيها مش يعني كل شيء، أنا مش أعرف الكلمة بالعربية، fresh، طازج. طازج، كل شيء طازج، وهذا مهم جدا في الطبخ. ولكن ما تكون شيء إلى المغاربة، ولكن أحسن أكل أنا أحب الأكل اللبناني والأردني. أوه. أنا خائنة شومة شومة ده سيزعل منك. نعم لا، وأنا كنت في الأردن، أنا شفت يعني كان الأكل متنوع كتير، يعني كان كتير أشياء مختلفة، وأنا أنا أنا لقيته جميل جدا لذيذ. نعم. أهل الشام مشهورين في بشكل عام بالطبخات، وخاصة أنها هذا الشيء يعني فيها حق، يعني الأكل في الشام
ممتاز. هل تعلمت شيئا؟ يعني أنا لن أدخل في الدين، ولكن اللغة العربية مرتبطة كثيرا بالقرآن. هل تعلمت شيئا من القرآن في خلال دراستك للغة العربية؟ الحمد لله، أنا في دراسة في جامعة، إحنا درسنا يعني القرآن الكريم والحديث والسيرة وكل شيء، هذا جزء من الدورة. وفي حياتي أنا مثلا أنا مشيت مع الرجال المسلمين 7 شهور ونصف في الصحراء وفي المغرب، وهم متدينين، وأنا استفدت من هذا. So, نعم، أنا درست شوية من القرآن الكريم، و أنا جميل. فرحانة عندي هذا الأغنية في حياتي. هل تحفظي شيء، مثلا سورة أو شيء بسيط، ولا صعب؟ أوكي، لا، تفضلي. إلا أنا غلطة. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نفذت، وإلى نصب. الأرض كيف سطحت. يا الله، جميلة جميلة هذه الآية. جميل. لا، أنا آسفة، أنا خطأ شوية، ولكن أنا نرفز شوية، يعني أنا خايفة كيف أنا أكلم القرآن الكريم التلفزيون يعني. هناك عرب يتكلمون اللغة الإنجليزية وهم كثرة، ولكن أقل من الإنجليز من أو من الاسكتلنديين لا والمتحدثين لا، باللغة صح، الإنجليزية من يتكلمون باللغة العربية. هل تتوقعي أن تعلم اللغات يساعد على التبادل الثقافي بين الشعوب؟ بلا شك بلا شك. أنا يا ريت كان ناس أكثر في إنجلترا واسكتلندا وأمريكا يتكلموا اللغة العربية. لا، أنا أنتم العرب، أنتم محدودين. لماذا؟ أنتم درستوا الإنجليزي وأنتم عارفين العربية، يعني أنتم محدودين وحتى أنا محدودة. هذا هو شيء يعني كويس جدا، جيد جدا لأتعلم اللغات، وخاصة من الثقافة مختلفة، مثلا الثقافة الأوروبية والثقافة العربية مختلفة، يعني كان فرق كبير بينهم، ولكن في النهاية كلنا بني آدم. أليس هل تتوقع أن اللغات، تعلم اللغات يساعدك على أن تكوني إنسان يحب السلام، يعشق الشعوب الأخرى؟ يعني هل يخرجك من الصندوق أو out of the box؟ إذا أنا فهمت السؤال، أنا درت جهود كبيرة في تعليم اللغة وفي حياتي هنا. أنا لست دائما مرتاحة، لا مش دائما، ولكن للجهود كان يعني أنا استفدت كثير منها، وأنا أحب أن أتكلم وأكتب وأشارك القصص والحكايات من حياتي في الشرق الأوسط والمغرب مع الناس في أوروبا وأمريكا. So, واحد من أهدافي أن إن شاء الله باشتراك الحكايات والقصص أن الناس العادي، مش كل شيء في الدول العربية، الإرهاب والحرب وبلا بلا بلا، هذا مش صحيح. وأنا أحب أن أتكلم عن الكرم، الضيافة، الفرح، كل شيء أنا أشوف كل يوم في حياتي هنا في المغرب وحياتي في الدول العربية الأخرى. جميل جدا. أليس، أريد منك رسالة لأبناء الوطن العربي، لمن يسمعك الآن، ماذا ترسل له رسالة باللغة العربية؟ رسالة مني للدول العربية، شكرا، بس شكرا، أنا متشكرة، لأن أنا دائما وأنا في الدول العربية وفي أفريقيا هنا في شمال أفريقيا، أنا لقيت الناس ما الإيد يعني مفتوحك، أجي أنا
أهلا وسهلا، مرحبا. سو أنا الرسالة، شكرا، شكرا لكم. شكرا لك يا أليس، كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله بأحل. تكون أيامك كلها سعادة وفرح وانبساط. أسعدتيني اليوم، أنا كنت جدا سعيد. أنا أحب السفر كثيرا، ولكني نقطة في بحر من سفرك وترحالك، فأنت أنت مدرسة في الرحل والسفر. إن شاء الله نلتقي قريبا في أي دولة عربية أو في كندا، أرحب بك في منزلك بين أهلك، وإن شاء الله نراكم في مرة أخرى. إخواني المشاهدين، كانت معنا أليس الاسكتلندية من بلاد العرب، بلاد العجائب، بلاد الجمال، بلاد الروعة، من المغرب العربي. نشكر جميع المشاهدين الذين كانوا معنا، ونتمنى لكم يوما سعيدا، تصبحون على خير.